بلشنا نسمع لتحتنا مثل الطواحين عم تروح وبتجي زي هذا، كل ما لا عم تشد وتقوى، كل ما لا عم تشد وتقوى، وبلشت بقى الاغراض تروح وتجي قدامنا، ونحن ما بقى نعرف شو بدنا نعمل بالبيت. بفاي تفتحت بوابه وبلشت تكت علينا، يعني انحبسنا الناس بهالطرف وناس بالطرف الثاني. وقت اللي فقنا صار تردده اكثر، صارت تزيد اكثر واكثر واكثر، صارت البنايه تهز كلياتها فينا، والدرج كلته صار يهز. بعقت هالعالم وطلعوا كلن قالوا لنا ما قلنا حل غير على الفريل، كونه منطقه بعيده وفيها محل فاضي وسعه يعني احسن من البنايات. فنزلنا لقينا كل العالم بالشارع، اللي طالع مع اولاده حاله يرثى لها. حاليا هلا اكثر من 750 شخص. نحن من وقت ما استقبلنا فتحنا كل قاعات الدير لاستقبال العائلات، مثل ما شفتوا حتى صفوف الأولاد الصغار، كل شيء في عائلات كان نقدر نأمن لها أي خدمة أملنا لها إياها. أملنا الفطور اليوم الصبح، غدا، عشاء، أملنا التدفئة، أملنا الحمامات، أملنا أهم شغلة هي الأمان. شو كانوا يديكم؟